أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية 46% للاتحاد البرلماني الدولي أن مملكة البحرين سجلت قصة نجاح برلمانية ودولية مشرفة. جاء ذلك في ختام مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. إدراكا بأهمية ما يواجه المجتمع الدولي من مخاطر كبيرة جدا جسدها الإرهاب والعنف والتطرف ووضعت مجتمعات العالم أمام تحديات كبيرة، توافقت البرلمانات من مختلف دول العالم في إعلان المنامة على ضرورة مواجهتها والتصدي لها خلال الجلسة الختامية للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين. بالتالي هذا الإعلان مهم لنا في البحرين لأنه يعزز من قيمة التوافق الدولي والإقليمي، وفي نفس الوقت يعني يتجه بجميع الحاضرين من دول ووفود أيضا إلى تعزيز قيمة التوافق بين هذه المجاميع الجيوسياسية، وأيضا يعزز من يعني أطر السلم والتعاون الدولي. وأعتقد أن المؤتمر نجح نجاح باهر في أن يعزز هذه القيم. قرار المنامة يتعلق بشعار الاجتماع الاتحاد البرلماني الدولي 146 المقام اليوم في البحرين، وهو التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب. في قرار المنامة تطرقنا إلى الأسباب المؤدية للتعصب والعنف الذي يشهده العالم ويعاني منه اليوم، فبالتالي تطرقنا لهذه الأسباب ومن ثم تطرقنا للسبل لمكافحة هذا التعصب. تعزيز التعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنوان الأشمل الذي نادت به جميع الوفود البرلمانية التي شاركت من مختلف دول العالم لتؤكد على موقفها الدولي الداعم لجهود السلام والتعايش وقبول الآخر ضمن أطر قانونية وتشريعية صريحة تضمنها إعلان المنامة. دولنا العربية كانت دائما قدوة في احتضان كافة الأديان وكافة المعتقدات وكافة الجنسيات بدون تمييز على الإطلاق، وأبرزنا هذا في هذه المذكرة الرائعة وإعلان المنامة. إذا أردتم أن تتعايشوا وتعيشوا بسلام في عموم العالم فأتوا إلى البحرين ولترون ما الذي حققت البحرين خلال فترة قصيرة جدا. نحن عندما عقدنا هذا المؤتمر أردنا أن نعطي رسالة من هنا من المنامة من البحرين إلى شعوب العالم المختلفة أن التمييز العنصري والطائفية المقيتة والعنصرية تدمر الشعوب. وثيقة إعلان المنامة وثيقة تاريخية تؤكد الدور الحيوي لمملكة البحرين في استضافة أكبر حدث برلماني دولي يناقش ما يواجه مجتمعات العالم من تحديات ومخاطر تتطلب التوافق والتنسيق المشترك لمواجهتها على أكمل وجه. إعلان المنامة علامة فارقة خطتها مملكة البحرين في مسيرة العمل البرلماني الدولي، ترتقي بمفاهيم العمل البرلماني الإنسانية إلى مستويات متقدمة من العمل الجماعي المشترك في نبذ العنف والعنصرية والتطرف بكل أشكالها، إضافة إلى دعم جهود السلام والتعايش في جميع مجتمعات العالم. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.